النهارده ان شاء الله معانا الاكس سبيكر الجاي دكتور محمد عبد الكدوس بي اتش دي ستودنت ات كيوهاشي يونيفرستي اوف تكنولوجي ده ستارتنج فروم اكتوبر 2020 لغايه دلوقتي. بعد كده دكتور محمد هو خد الباشر ديجري بتاعته من جامعه طنطا في البايو فيزكس، وبعد كده حصل على سنه 15 بعد كده حصل على سكولرشيب فول سكولرشيب من نايل يونيفرستي من جامعه نيل في النانو ساينس تكنولوجي بروجرام. بعد كده هي موف تو زويل يونيفرستي زويل سيتي اوف ساينس تكنولوجي، اشتغل في سنتر اوف اكسلنس فور ستيم سيلز اند جينيريتيف ميديسن. بعد كده هو راح اليابان اشتغل في كيوهاشي يونيفرستي اوف تكنولوجي از ريسيرش ستودنت، وبعد كده حصل على سكولرشيب فول سكولرشيب بداها من اكتوبر 2020. الحقيقه دكتور محمد ما شاء الله يعني على مستوى الكويا لكن هو اكتف ما شاء الله اوصل ل 38 انترناشونال اوتكتس بريفيو وحوالي 20 كونفرنس بريزنتنج حوالي 20 انترناشونال ناشونال وانترناشونال كونفرنس ورك شوب في التكنولوجي رينيبل انرجي في البايوميديكال مايكروميديكال. برضه هو عنده كل الابحاث بتاعته ما شاء الله عنده 160 توتال كوميونيكيشن باك. بعد كده هو شغال حاليا دلوقتي هو طبعا مجال الريسيرش بتاعه كله فوتو كاتاليسيس ووتر تريتمنت انتي بكتيريال او انتي بكتيريال اكتيفيتي يعني ديفرنت نانو ماتيريالز. برضه هو بيركز على النانو ماتيريال بيز ديفايس والسوبر كاباستوس، يعني هو راجل حاليا بيشتغل في رينيبل انرجي او انرجي ستورج. بعد كده ووتر سبليتنج برضه ده عشان خاطر يطلع الهيدروجين. لا هو شغال ان شاء الله في الووتر مندي سواء كان ووتر تريتمنت بالادوبشن او بالفوتو كاتاليسيس، وفي الانرجي ستوريج سواء كان سوبر كاباستوس او ووتر تريتمنت ابلكيشن. احنا ان شاء الله على مدار نص ساعه معانا الدكتور محمد بقى يحكي لنا عن رحلته كلها من اول جامعه طنطا لغايه جامعه كيوشو في اليابان. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور نور عطيه. شكرا جزيلا لحضرتك على المقدمه الجميله ديت. اهلا بكل الحضور الكرام. بشكر دكتور لبنى سعيد، دكتور شادي، دكتور محمد ادم، دكتور محمد ابو العينين، كل قائمين على تنظيم الملتقى الرائع ده، كل شقائنا في فلسطين وباقي البلدان العربيه. انا محمد عبد الكدوس، انا بدرس الدكتوراه في جامعه يوهاشي التكنولوجيه في اليابان. انا في اخر اول سنه ليا في الدكتوراه وبشتغل على التطبيقات التكنولوجيه المتقدمه للمواد النانومتريه خاصه في مجال الطاقه حاليا، تحديدا انتاج الهيدروجين وخلايا الوقود وتطوير البطاريات. وبتشرف اني عضو في واحد من اكبر مشروعات البطاريات في اليابان بالشراكه مع شركه تويوتا. طبعا في الحقيقه دكتور لبنى سعيد طلبت ان اتكلم عن قصتي ورحلتي الاكاديميه كواحده من السكسس ستوري لشباب الباحثين، ولكن انا فكرت ان طريقي ممكن ما يكونش مناسب لبعضكم، وبالتالي قررت ان انا اغير عنوان التوك من my success story إلى how to make your own success story. أنا هتكلم عن نفسي وهقف عن بعض المحطات، ولكن هحاول أعمل إسقاط على بعض النصايح اللي ممكن تفتح لكم طرق مختلفة ممكن تكون مناسبة أكتر لكم. الهدف اللي أنا اختصر الطريق عليكم، أنا رحلتي بدأت من 10 سنين وما زالت مستمرة، فأنا أتمنى إن أنتوا تقطعوا المسافة دي في وقت أقل. كمان هقول لكم فرص السفر والمنح، ازاي تعمل ابحاث وانت حتى undergraduate student. انا كنت متابع الاسئله بتاعتكم وشفت الشات بوكس وشفت المحاضرات اللي فاتت، وهحاول ان انا اغطي بعض الاسئله اللي لها علاقه بموضوع التوك بتاعي. وبالتالي كل اللي عايز منح او ازاي يعرف يعمل ريسيرش وهو undergraduate student وازاي ياخد ريسيرش اكسبيرينس قبل التخرج، ورقه وقلم مستعد. أنا زي أي حد خلصت ثانوية عامة وتنسيقي وصلني لكلية علوم، ومش عارف ليه أهلينا بيربطوا كلية العلوم بمقبرة النجاح والضياع ونهاية الحياة. يعني لو دخلت كلية طب أو صيدلة الحمد لله كويس، لو دخلت كليات تانية أداب تربية تجارة كويس برضو، بس مش عارف ليه عنده علوم والدنيا بتقف. هو بيحس اللي هو خلاص الكلية صعبة، هيتعب من كتر المواد اللي هيشيلها في الكلية، ومفيش فرص عمل. يعني أنا كنت بتكلم على الفيسبوك قلت لهم يا جماعة هنجيب دكتور فاروق الباز يتكلم عن فرص المتاحة لخريج كلية العلوم،
فأغلب الناس قالوا هي كلية العلوم ليها فرص؟ يا جماعة، كلية العلوم فيها فرص كتير جدا. طيب تعالوا نشوف مع بعض. اسمحوا لي أشير السلايدز بتاعتي معاكم. أنا هتكلم على الإدوكيشن بتاعي. أنا بدأت كلية العلوم جامعة طنطا سنة 2011، درست بايوفيزيكس وتخرجت بعد 4 سنين 2015. أثناء كلية العلوم كنت حريص على أهم حاجة، الجي بي اي. فأهم نصيحة لي أنا بقدمها لكم، الجي بي اي، لو أنت جايب جي بي اي عالي، تقدير ممتاز، اللي أنت تاخد سكولارشيب وفول سكولارشيب بعد كده. كمان لو أنت عاوز تعمل انترنشيب قبل التخرج أو تنضم لأحد المعامل البحثية، المشرف أو الأستاذ اللي هيجيله طالب بتقدير عالي بيبقى متحمس ليه أكتر من الطالب اللي تقديره قليل. ده بيبقى إنديكيشن إن الطالب مجتهد ونشيط. أنا عارف إن هو مش كل حاجة طبعاً، ولكن عامل مهم. كمان في فترة كلية العلوم وأنا في أول سنة كنت بشتغل على السي في بتاعي. للأسف يا جماعة، الخريجين بعد ما بيتخرج بيبدأ يدور على السي في بتاعه ويبدأ يكتبه. ده غلط. انت السي في بتاعك بتكتبه من اول يوم بتدخل في الكلية، ويمكن قبل الكلية كمان لو تقدر. ثالث حاجة كنت مهتم بيها وانا في الكلية، اللغة، التويفل او الايلتس. فانا كنت بذاكر اللغة ولكن كنت مستني امتحن قبل ما اجي اقدم على الماستر او البي اتش دي عشان الاكسباير ديت. الحاجة اللي بعد كده السوفت سكيلز، محتاج اللي انت ما عندك فولنتيرينج وورك. فانا ما كنتش بسيب اي فريق قوي في الكليه بتاعتي الا انضم لي مشاريع طلابيه مثلا، كنت بتعلم منها سوفت سكيلز. مشاريع تانية علميه كنت بتعلم منها ازاي اللي انا اكتب بروبوزل، ريسيرش بروبوزل. فاللي خدمني اللي انا بدات بدري، يعني الريسيرش بروبوزلز الباحثين بيبداوا يكتبوها يمكن بعد ما بيخلصوا البي اتش دي بتاعتهم ويقدم على جرانت. لا، انا كنت بكتب البروبوزل واتدرب عليه وانا طالب في سنه اولى. صحيح انا ما كنتش فاهم كل حاجه والكتابه بتاعتي ما كانتش كويسه، ولكن على الاقل انا فهمت المصطلحات وبدات اعرف الاستراكشر بتاع البروبوزل، المحتوى بتاعه بيبقى عامل ازاي. وبالتالي لو انت عندك فريق علمي كويس في الكليه بتاعتك هتتعلم منه سواء سوفت سكيلز او هتتعلم منه مهارات بحثيه، ما تفوتش الفرصه اللي انت تنضم ليه. واهتم باللغة بتاعتك، وأهم حاجة من كل ده الجي بي اي. فعشان الحاجات ديت قدرت ان انا احصل على منحة كاملة لدراسة الماجستير بعد شهرين بس من التخرج بتاعي من كلية العلوم جامعة طنطا، وبعدها انضميت لكلية الهندسة والعلوم التطبيقية في جامعة النيل. فهي كانت سكولارشيب لدراسة النانو تكنولوجي، وانا اخترت المجال ده لان ده كان المجال اللي انا بحبه واللي انا عاوز ادرسه. يعني انا حضرت ندوه للدكتور شريف صدقي الرئيس السابق لمدينه زويل في اول سنه او ثاني سنه من الكليه بتاعتي، كانت محاضره عن النانو تكنولوجي. من وقتها وانا حبيت المجال. وبالتالي يا جماعه، لو انت عايز او انت اخذت القرار ان انت تروح تعمل دراسات عليا، ارجوك ما تروحش تبدا المجال الا لو انت حابه فعلا. لو انت بتدور على الناحية الاجتماعية أو المادية أو البرستيج، بلاش، لأن الرحلة بتاعتك هتكون طويلة وصعبة ومش تقدر تحقق اللي أنت عاوزه. أنا كنت حابب المجال وحابب الريسيرش وحابب اللاب، فعشان كده رحت أعمل graduate degree. ولكن بعد يعني خلال دراسة الماستر في جامعة النيل رحت الجيش. في الفترة ديت أنا عندي سنة ضايعة. في الفترة بتاعت الجيش كنت بحاول استغل الوقت اللي أنا أذاكر الجي آر إي وأحسن من مستوى اللغة الإنجليزية بتاعتي، وأحاول اللي أنا أعمل جدول بالمنح المتاحة، الحاجات اللي أنا هقدم عليها في البي اتش دي بعد ما أخلص الجيش وبعد ما أخلص الماستر بتاع جامعة النيل. كل ما تبدأ بدري ومنظم، كل ما هيبقى عندك الوقت اللي أنت تجهز الأبليكيشن دوكيمنتس بتاعتك. لو انت بتقدم على last minute هتبقى مستعجل، في حاجات كتير هتقع منك، البروبوزل مش هيبقى قوي، ممكن تنسى دوكيمنتس مهمه،
فده مش كويس، بيقلل الفرص بتاعتك. احنا عارفين دلوقتي ان المنح التنافسيه بتاعتها عاليه جدا، وبالتالي لازم تدي لنفسك الوقت الكافي ان انت تبقى well prepared. وبعد كده بعد ما خلصت الماسترز في جامعه النيل كنت حريص ان انا ابقى عندي سكيلز كويسه في الريسيرش، وان انا ما اشتغلش على موضوع واحد. فاثناء فتره الدراسه انا كنت على تواصل بباحثين من جامعات مختلفه، جامعات من هيئه الطاقه الذريه، جامعات من الجامعه الامريكيه، جامعات من طنطا مع بحوث البترول، المركز القومي للبحوث. بحاول ان انا كمان ان انا اشتغل في مجالات مختلفه، صحيح هي تطبيقات المواد النانومتريه ولكن تطبيقات طبيه، صناعيه، طاقه، البيئه. فكل ما بتشتغل في مجال اوسع وكل ما تبقى شغلك انتر ديسيبلينري، كل ده ما بيزود فرصك بعد كده. طيب انا خلصت الجيش وبعد كده انضميت، اخدت منحه كامله ثانيه لدراسه الدكتوراه، منحه الحكومه اليابانيه لمده 4 سنين عشان ادرس الدكتوراه في جامعه يوهاشي في اليابان. وبعد كده انتقلت لليابان بقالي 2 سنين حاليا. بعد كده سمرايز الاندرجرادويت لايف، يعني انا خرجت من الاندرجرادويت لايف بتاعتي بالجي بي اي بتاعي، انا كنت ممتاز مع مرتبه الشرف وكنت من العشره الاوائل على مستوى الكليه. سوفت سكيلز، تايم مانجمنت، برزنتيشن سكيلز، نيجوشيشن سكيلز، الوورد، الباوربوينت، الايميل، بروفيشنال ايميلز. فده كنت خرجت بيه اثناء ال4 سنين بتوع الكليه. وجهزت السي في بتاعي وكنت جاهز بشهاده الايلتس بتاعتي. طيب في ناس عاوزة إن هي تزود الريسيرش إكسبيرينس بتاعتها قبل ما تتخرج، تعمل إيه؟ على فكرة دي حاجة سهلة جدا. لو معاكم ورقة وقلم أنا هقول لكم حوالي 6 فرص متاحين طول يعني كل سنة ممكن الأندر جرادويت ستودنتس يقدموا عليها ويروحوا يعملوا ريسيرش ويبقى عندهم بابليكيشن وهم لسه أندر جرادويت ستودنتس. أول حاجة في إبرو جرانت، إنترناشونال برين أورجانيزيشن. إبرو بتقدم منح للطلاب سواء أندر جرادويت أو بوست جرادويت، تقدر أنت تروح تحضر تريننج، تحضر كونفرنس، أو تاخد إنترنشيب لمدة 3 أو 4 شهور وهم هيدعموك بالكامل. تاني حاجة في International Parkinson and Movement Disorder، هي وإبرو بيقدموا منح في مجال البيوميديكال ساينس، ودي متاحين معظم أوقات السنة وكل سنة موجودة. في حاجة الناس يعني مش بتستغلها كويس، موجودة في الجامعات المصرية، ما عرفش الجامعات العربية ولا لا، ولكن على الأقل الجامعات المصرية، هي إيراسموس بلس بروجرامز كريديت موبيليتي. يعني أنا وأنا كنت في آخر سنة في الماسترز كان عندي ترم 6 شهور في جامعة إفيدو في أسبانيا، فدي موجودة، متاحة في جامعة اسكندرية، متاحة في جامعة طنطا، القاهرة، المنصورة، معظم الجامعات موجودة. اللي انت تقدر تروح اوروبا، بعض الجامعات اللي هم في زي ام او يو ما بين جامعتك والجامعه اللي بره ديت، اللي انت تقضي فصل كامل هناك، فهيبقى عندك الفرصه اللي انت تعمل ريسيرش او تدرس لمده 6 شهور. الحاجه اللي بعد كده في ITS اوستريا، ده احد البرامج اللي في النمسا برضه بايوميديكال ساينسز، انترنشيب لمده 6 شهور بتبقى فولي فاندد. كمان في عندنا حاجه هنا في اليابان، اوكيناوا انستيتيوت اوف ساينس اند تكنولوجي او اي اس تي بروجرام، ده برضه من 2 لـ6 شهور، برامج متنوعه، كيمستري، بيولوجي، فيزيكس، ماثماتكس، يعني في مجالات، يعني في 7 أو 8 ريسيرش توبكس تقدر ان انت تروح تحضر لاب تورز، ريسيرش وورك، وتقدر ان انت يبقى عندك بابليكيشن او على الاقل تتعلم كل اساسيات البحث في خلال الفتره دي، كلها فولي فاندد. الكنز الضائع بقى والحاجه الاخيره هي الاجيا ممبرز الموجودين، دكتور لبنى، دكتور محمود عبد الحفيظ وغيرهم، في بعض البرامج ما بين الجامعات العربيه والالمانيه اللي انت تقدر من خلالها يمولوا زي شورت تيرم فيزيت 3 شهور 4 شهور في أحد الجامعات الألمانية، فتقدر أنت تتواصل معهم
ولو انت طبعا شرط ان انت تبقى عندك الباشن وعندك بروبوزال وعندك فكرة كويسة وبتقدر ان انت ترتبها بشكل لائق، وليه لا ممكن اللي هم يقدموا لك الفرصة دي. فاذا انت عندك فرص كتير كمان، انت ممكن تتواصل مع المشرفين اللي في جامعتك، المشرفين الاكتف اللي في جامعتك، وتقول لهم انا عندي فكره معينه، انا عايز انضم فولنتير للفريق العمل بتاعك. هو مش هيمانع لو لقى عندك الباشن او الاصرار، ولا في بوتنشال يعني عندك ممكن تقدم حاجه، فهو مش هيرفض ده. اوكي طيب، الوركينج اكسبيرينس بتاعتي، ودي برضو حاجة ممكن تبقى نصيحة ليكم، حاول ان انت تشتغل في اماكن كتير. يعني انا بدأت 2015 اشتغل في مركز المصري لتقنيات النانو، بعدها بشهرين انضميت لجامعة النيل، بعدها بسنتين مدينة زويل، بعد كده اثناء وجودي في مدينة زويل عملت ريسيرش كولابريشن من باحثين بره مصر كتير جدا، سواء من اسيا من اوروبا من امريكا، وباحثين في هيئة الطاقة الذرية، مركز بحوث البترول، مركز البحوث الفلزات، المركز القومي للبحوث. على فكرة لو عندك فكرة كويسة الناس كلها هتحب انها تشتغل معك وتتعاون معك. بعض الجوائز اللي انا اخدتها Asian Science Cam 2013، وقتها كنت طالب في سنة تانية كلية العلوم، وكنت واحد من خمسة على مستوى الجمهورية، سافرنا حضرنا زي كامب مع باحثي نوبل في الفيزياء والكيمياء في اليابان، ورجعت بعتها. يعني دي تعتبر واحدة من التيرنينج بوينت المهمة في حياتي، رجعت عندي باشن والساينس إز فان. دي واحدة يعني الجملة دي سمعتها من أحد السبيكرز من أكتر من 8 سنين ولسه بترن في ودن لحد الوقت، ساينس إز فان، لو أنت بتحب المجال طبعا وانت في المجال الصح. بعد كده كنت واحد من 4 افريكانز اللي هم موجودين في الصوره معايا دولت، وانا بشرب ميه طبعا. ايه، اخذنا واحده من الترافل جرانت، وحضرت في قاعه نوبل في كارونسكا انستيتوت في السويد واحده من النيورو ساينس تريننج. انا بشتغل ماتيريال ساينس اند انجينيرنج نانو ماتيريالز، بس كنت عايز ادرس تاثير المواد النانومتريه على المخ، فأنا رحت قدمت على الجرانت دي عشان أروح أحضر ندوة بتتكلم عن المخ وتشريحه ووظائفه، عشان أفهم المواد النانومترية بتاعتي هيبقى تأثيرها إيه على خلايا المخ بعد كده. وبالتالي حاول بس ما تبقاش يعني متخصص في حاجة صغيرة قوي، طالما أنت لسه طالب سواء ماستر أو دكتور أو حتى بوست دوك، تقدر إن أنت تشتغل وتقرأ وتتعمق في أكتر من مجال. حاول يبقى عندك فكرة عن حاجات كتير، لأن دلوقتي ما عادش الريسيرش بيشتغل في مجال واحد بس، ما عادش حد بيشتغل فيزيكس بس أو كيمستري بس، هتلاقي بيولوجي مع ماثماتكس مع فيزيكس مع كيمستري مع بعض، كلهم مع بعض مع إيكونومي مع بعض. فالساينس والريسيرش دلوقتي ما بقاش مجال واحد بس. أما بعد كده لما تكبر وتبقى زي بدايات بقى أسيستنت بروفيسور وكده، الأحسن أن أنت تتخصص. واحدة تانية دي إبرو، برضو نفس الموضوع، أنا كنت عاوز أروح أفهم شوية عن الوظائف المخ، وعشان كنت عايز أبدأ الريسيرش بتاعي، فأنا قلت لهم يا جماعة البابليكيشن بتاعتي كلها نانو ماتيريال، بس أنا عايز أشتغل على النيرو ساينس، عندي جزء عندي بحث عايز أعمله، فقدمت بروبوزل وأخدت الجرانت. فإبرو بتقدم فرص كتير جدا بالذات للباحثين في أفريقيا، ودي طبعا واحده من اهم السكولرشيبس اللي اخذتها، هي منحه الحكومه اليابانيه 2019 ل 2023. بعض الجوائز الثانيه من جامعه النيل، توب 10 ريسيرشر دي سنه 2019، وبرضو انا من توب 10 ريسيرشر 2020 21، فالحمد لله انا حجزت ليا مقعد دائم وسط العشرة الكبار. ونانو سيرفيس اكس ديت واحده انيو نايل يونيفرسيتي بزنس موديل كومبيتيشن، واخذت المركز الاول. وواحده ثانيه سكسس ستوري كومبيتيشن جامعه النيل، برضو اخذت المركز الثاني. ودي بعض الجوائز من انتل ايسف، كنت بشتغل كجادج. والبابليكيشن بتاعتي انا ديت انا اخذتها النهارده، لان بيتغير الحمد لله عدد البابليكيشن او عدد السيتيشن بشكل كبير الايام دي معايا. فأنا عندي حالياً 40 ريسيرش بيبر،
عشان الواحد ينشر أبحاث كواليتي وكوانتيتي كمان، لازم أولا يبقى المشرف بتاعك كويس. قبل ما تفكر تعمل دراسات عليا، اختار المشرف بتاعك. لو المشرف قوي هيزقك لقدام وهيساعدك. لو المشرف كسلان شوية ممكن يقلل من عزيمتك، ممكن يزهقك، ممكن يكرهك في المجال. حاول تقرأ كل يوم ولو صفحة. في ناس بيتكلموا معايا طلبة في سنة أولى وتانية، بيقول يا دكتور أنا بقرأ تكست بوك 600 صفحة. فأنا بقول له أنا لحد دلوقتي لم أجرؤ إلا أنا أروح لتكست بوك، يعني أنا محتاج أفهم بشكل بسيط بيبر، لينكات مبسطة، عشان بعد كده أقدر أبقى عندي المهارة اللي أنا أفهم وأقرأ في تكست بوك. فيعني تيك إت إيزي، حاول تقرأ حاجة بسيطة ولكن استمر على طول كل يوم. لو أنا مثلا بقرأ كل يوم صفحة لمدة 10 سنين، فأكيد هبقى خلصت بيبرز وتكست بوكس وبوكس كتير جدا. فحاول تقرأ، دي أهم حاجة، وحاول ترقي نفسك. يعني أنا دلوقتي، أنا أول ما بدأت كنت بنشر أبحاث Q2 وQ1، Impact 2، Impact 3، Impact 4. بعد فترة لا، أنا قلت بقى دلوقتي أنا بقى ليا affiliation كويسة، عندي إمكانيات أكتر، فلا أنا لازم أحط ليميت، ما ينفعش إلا عن 6. فبقيت بنشر 7 9 10. بعد كده مثلا أنا عاوز أروح جامعة بعد الدكتوراه، عاوز أروح جامعة في أمريكا أو في أوروبا، فبعد كده أنا عاوز أحط ليميت 15 20، بعد كده أطلع واحدة واحدة. في ناس بيقولوا لا أنا مش عايز أنشر أبحاث، أنا عاوز مش عايز أنشر أبحاث يعني في مجلات عادية، أنا عايز أنشر بحث واحد في نيتشر. يا جماعة، ما حدش بيطلع السلم من آخره، أنت الطريق واحدة واحدة. نيتشر ما بتنشرش الباحث أول مرة يعني بينشر فيها، أو ما عندوش ببليكيشن ريكورد كويسة. اوكي، التوبكس بقى بتاعتي، البابليكيشن بتاعتي، انا اشتغلت في مجالات مختلفه. يعني دي واحده من البيبرز بتاعتنا، بنتكلم على بعض المواد النانومتريه لعلاج كورونا COVID-19. واحده تانية ووتر تريتمنت، واحد تاني بنعالج امراض النبات، بحث تاني بنعمل ديفرنشيشن للستيم سيلز، واحده تانية بحث تاني بنتكلم فيه عن الأورجانيك كريستال والسنجل كريستالز، أبحاث تانية بنتكلم على السوبر كاباسترز، فيول سيل، سولار سيل. فأنا بشتغل على تطبيقات مختلفة للمواد النانومترية، وبحاول إن أنا الأبحاث بتاعتي عليها كوؤسس. صحيح يعني كويس، يعني في مصر بيفضلوا الكوؤسس يبقوا قليلين وسنجل أسر وكده، أنا على العكس، أنا بحب الأسس الكتير ومن لابس مختلف. دايما هتلاقوا على الابحاث بتاعتي باحثين من اكتر من دوله، 5 6 دول على الاقل، وكل واحد بحب ادخل جزء فيزيكس مع جزء ماثماتكس، جزء موديلنج، جزء ثيوريتيكال، جزء اكسبيرمنتال. فما بحبش حته السنجل اوسر، فبرضه ما يهمكش من حته السنجل اوسر، حاول ان انت تتعلم من مجالات كتير. في الاخر أنا حابب أعمل acknowledgement لبعض الشخصيات اللي أثرت في حياتي. دكتور عبير عالم الدين، هي كانت من أنشط الأساتذة في كلية العلوم جامعة طنطا، يعني قدمت grants وجابت لنا مشاريع طلابية تعلمنا منها soft skills و research skills كتير جدا. وبعد كده دكتور غريب الصياد، ده صديقي الغالي وأستاذي، وواحد ده التوب كوؤسس، ده أكتر شخص أنا نشرت معاه أبحاث، يعني يمكن 16 أو 17، ومن أنشط الباحثين في هيئة الطاقة الذرية. دكتور أحمد رضوان، like role model، من أكتر الأساتذة اللي ادوني سبورت فترة الماستر وما بعدها حتى الآن، ومشرفي دكتور أتسونيري ماتسودا في جامعة ويهاش في اليابان. شكرا جزيلا، بعتذر عن الإطالة، ولو في أي سؤال. شكرا جزيلا دكتور محمد، الحقيقه رحله ملهمه الحقيقه لكل الشباب الباحثين السعوديين، والحقيقه انا اؤيدك تماما. كليه العلوم طبعا انا شايف ان هي ام الكليات، يعني او بندرس فيها ام العلوم، لكن للاسف هذا هو فكر مجتمعي نشا خطا
ولكن ان شاء الله بمجهود كل الشباب المتميز زي حضرتك المفروض نغير هذا الفكر عند اولياء الامور، يعني لان ده فكر مجتمعي صاخب وللاسف بيأثر بالسلب. مش مهم تخش كليه ايه، اهم حاجه تتميز وتعمل حاجه كويسه تفيد المجتمع والسوسايتي اللي موجود فيه. يعني دلوقتي احنا منتظرين اي سؤال من حضراتكم دكتور محمد عن رحلته كلها، او هي الصعوبات اللي كانت بتقابله من الاودينس. لو في حد عن سؤال، في حد معلش انا هجيب لك السؤال، بس في حد سأل سؤال كده هجيبه. لما اقدم المقترح البحثي برسله كامل للاستاذ اللي برسله ولا جزء يوضح الفكره باختصار؟ ده اول سؤال لدكتور محمد، يا ريت حضرتك تردنا عليه. تمام. ده مثلا بيرجع من منحه لمنحه، مثلا جامعه اوكيناوا انستيتيوت اوف تكنولوجي بيبقى طالبين في الشروط او الريكوايرمنت بتاعت الابلكيشن اللي انت بترسل بس 100 كلمه التايتل و100 كلمه. البروجرانت بيطلب خطه كامله، انت رايح 6 شهور فبيطلب يعني تعمل زي تشارت من الشهر الاول للشهر السادس هتعمل ايه، فده فول بروبوزل. اي تي اس استيريا نفس الموضوع فول بروبوزل، فعلى حسب اللي انت بتقدم، على حسب البروجرام اللي انت مقدم فيه. في سؤال تاني برضه من حد زميل بيقول لو في اندر جرادويت نقنع الدكاتره ازاي ننشر معاهم بيبرز؟ يعني هو راجل بيدرس لسه اندر جرادويت، يعني كورس اندر جراد، وعايز ان هو يشتغل يعمل زي انت ما عملت، فاديله ممكن تقول له انت عملت ايه مع الاساتذه اللي معاك، يعني عملت ايه مع الدكتور عبير عشان خاطر تحطك في المجموعه البحثيه بتاعتها او خلافه، يعني عشان تنشر ابحاث وانت لسه في اندر جراد. انا اول حاجه رحت قريت شويه في المجال بتاعي وجمعت بعض الافكار، هي ما كانتش حاجه رائعه او قويه او عبقريه، ولكن انا بس حاولت ان انا ادي للمشرف انطباع ان انا مهتم ونشيط. افكاري صحيح هي افكار متواضعه، افكار طالب، ولكن انا وصل له بس الانطباع اللي انت عاوز فعلا تشتغل. انا ما كنت في مدينه زويل، كان بيجي لي طلاب عشان يتدربوا في المعمل من جامعات تانية بره الجامعه، فالطلاب دول كانوا بيجوا مرات قليله جدا، فاحنا في طبعا انا وغيري باحثين عندنا شغل تاني، ولكن بناخد جزء من وقتنا بنعلم الطلاب دولت من الاول الريسورسز بتاعت اللاب، وبعد كده بعد مرتين او ثلاثه ما بنلاقيهوش، وبالتالي البوينت اللي احنا بداناها وقفت وضيعت وقت وضيعت الريسورسز بتاعت المعمل. فاي مشرف على فكره عاوز الطلبه تيجي تشتغل معاه وعاوز يفيدهم وعاوز يعلمهم، وفي نفس الوقت عاوز يحافظ على وقته ووقت الطلبه والباحثين اللي شغالين معاه والريسورسز بتاعت المعمل، فانت وصل له اللي انت مهتم واللي انت هتكمل بس. طبعا كلامك مهم، الباشن اهم حاجه، لان اي حتى لو طالب دكتوراه وطالب ماستر وما عندوش باشن فده يبقى ملوش لازمه، تضيع وقت فعلا. السؤال الثاني برضه جاي من زميل بيقول لحضرتك، هو قال تفضل حد ياخد دراسات عليا في اوروبا او بلاد اسيا القويه علميا اكتر من ياخدها بلاد العربيه، علشان المشرفين بيكونوا اقوياء اكتر وبنقدر نعمل نتورك بشكل قوي. انت ايه رايك في الكلام ده يا دكتور محمد؟ انا رايي ان الباحثين العرب والمصريين اقوياء علميا، اقوى من الاساتذه اللي بره. يعني انا سافرت المغرب وحضرت انترنشيب عند اساتذه من اسبانيا من فرنسا من المانيا من السويد والاسيويين والافارقه، واشتغلت طبعا مع المصريين في مصر. كمستوى الذكاء والنشاط انا متهيألي المصريين والعرب اكبر، ولكن بره الامكانيات اكتر، الوقت اسرع. فانا بصراحه هنا في اليابان بشتغل الحاجه اللي باخدها في مصر في شهور انا هنا بخلصها في ايام قليله، فده بس الحاجه الكويسه ان انت تسافر بره عشان الوقت والامكانيات والفند مهم جدا. بس انا طبعا اؤيد حضرتك، وكمان الجامعه الاسيويين اكثر، ان انا اخذت دكتوراه من كوريا الحقيقه، بتقدر تشتغل في معمل زي ما انت عايز، يعني يقدر، لان فتره الماستر والبي اتش دي دول بيبقوا تريننج للساينتست يعني، فطبعا لازم يقعد في المعمل ويشتغل كتير زي دكتور محمد كده ما شاء الله بيشتغل كتير، عشان دول بيبقوا اللبنه الاساسيه في كيان الباحث
عشان يبقى ازاي يكون ساينتست وازاي يكون بيشتغل انترنشيب اللي هو في عمليه نتورك ما بين كل حاجه يعني. فدول اسيويه بيبقى المعمل شغال 24 اورز ما بتقفلش، لكن اعتقد في الدول الاوروبيه بيقفل على الساعه 8 ولا حاجه يعني. خلينا نخش على السؤال اللي بعد كده. واحد بيقول لو هو اشتغل على كل النقاط اللي حضرتك قلتها وعنده انشطه مختلفه في مجالات كتير لكن تقديره مش امتياز، هل كده هو يبطل وخلاص وما يفكرش بقى يكمل بوست جراد يعني ولا يعمل ايه؟ لا لا خالص ما يبطلش، ولكن هو يقدر يعني التقدير يهتم به قدر الامكان. وبعد كده شهاده اللغه دي بتساعد، لو عندك انشطه سوفت سكيلز، عندك فولنتيرنج وورك ده بيساعد، لو عندك ريسيرش اكسبيرينس بابليكيشن كل ده بيساعد. انت حاول بس بتزود فرصه التنافسيه بتاعتك، وكل ما بقى عندك مهارات كتير كل ما بتغري الاستاذ اللي هو يقبلك. في سؤال برضه تاني يا دكتور محمد، في واحد بيقوله او زميله بتقوله يعني، بيقول لك انت بتخطط لقدام ترجع مصر وتفيد المجتمع المحلي ولا عايز تظل خارج مصر تهاجر على طول؟ هذا سؤال صعب جدا. هو انا سكيب يعني ممكن اعمل سكيب لو مش حاجه يعني. لا لا ابدا، هو سؤال كويس. هو الهدف يعني المفروض ان يكون الهدف من اللي سافر بره والغربه اللي احنا نرجع لبلادنا ونعمرها ونعلم الطلاب. انا هنا بشارك في بعلم طلاب اليابانيين في المدارس الثانوي وطلاب الجامعه، فانا بقول لهم اللي واحده من الاهداف بتاعتي ان انا اعمل نوليدج ترانسفير بعد ما اخلص. انا محتاج رحلتي اعتقد انها تستمر بره شويه، ولكن يعني في النهايه هرجع مصر واحاول انقل كل اللي انا اتعلمته مهما كانت الصعوبات للجيل اللي موجود. وحاليا انا بشتغل في يعني انا جامعه النيل، انا اسمها بحطه على الافيليشن وبنعمل كوبريشن مع اساتذه في مصر، يعني استاذ الدكتور غريب في هيئه الطاقه الذريه، وباحثين من جامعه طنطا، من جامعه النيل، من مدينه زويل. انا لازلت بشتغل معاهم وانا هنا، وبنعمل بابليكيشن وبنرسل العينات وبنتناقش وبنحضر ميتينجز. فانا احنا بنعمل تعاون اهو يعني اكني موجود. مظبوط مظبوط كلامك مظبوط فعلا، المفروض التعاون بيبقى موجود على طول. ما عادش فيه دلوقتي حاليا زي زمان مع كلنا في قريه واحده يعني، الناس ما حدش بعضها، وده المفروض يكون دور السيرش او دور حتى علشان يبقى في بعض الاماكن ان في اجهزه دلوقتي مش موجوده في مصر كلها حاليا حتى ذي اللحظه، وفي اجهزه نسخه واحده بس موجوده، وانت علشان تناقش تنافس وتنشر حاجه كويسه محتاج تعمل كاركترايزيشن جيد. هتعمل ايه؟ مضطر انك تبعت العيان بره طبعا. ده اكيد. في حاجه تانية برضو حد بيقول لحضرتك هو عايزك تشير معاهم جميعا كل التريننج والجرانت اللي انت اخذتها وذكرتها في المحاضره يعني. يعني حضرتك تشيرها معاهم بقى، ممكن تبعتها عن طريق المنظمين يعني. ممكن اكتبها في الشات بوكس بعد المحاضره يعني. ده اقتراح جميل برضو. في برضه سؤال تاني برضه بواحد بيقول هل في اماكن في مصر حضرتك ترشحها تكون فيها امكانيات كويسه للماجستير ولا السفر بره افضل؟ في مدينه زويل في مصر من الجامعات المميزه، في جامعه النيل دلوقتي من الجامعات المميزه، في الجامعه الامريكيه، في جامعات كتير في مصر دلوقتي بدات تتجه للاتجاه البحثي، بدات الطلبه وهي اندر جراد في سنه اولى بيعملوا مشاريع وبوسترز وبيشاركوا في مسابقات وبيشاركوا في انشطه بحثيه. فيعني انا شايف ان بعض الجامعات المصريه بدات تبقى على مستوى كمان ينافس الجامعات اللي بره. انا ايدك برضه في حاجات محترمه جدا في مصر، وعلى فكره قبل ما يبقى في اماكن في مصر في اساتذه كويسين، في ناس كويسه متعلمه بره كويس قوي وعندها خبرات جيده جدا تضاهي اللي بره اكتر كمان يعني. السؤال الثاني برضه في حد بيقول لك ايه هي افضل الدول اللي بتقدم منح في مجال البايوتكنولوجي؟ بايوتكنولوجي إيه؟ انا اعتقد يعني انا اعرف من زمايلي راحوا المانيا، راحوا ماكس بلانك انستيتيوت، وكانوا من الناس اللي شاطرين في المجال، ولكن انا مجالي ماتيريال انجينيرينج، فانا شفت ناس كتير في المانيا، شفت ناس في امريكا. يعني سؤال صعب شويه يعني، ممكن تلاقي حاجه يعني المجال البايوتكنولوجي تلاقيه في جامعات مختلفة وفي دول مختلفة، صعب اللي انت تلاقي تقول اللي في دولة احسن من دولة او احسن.
ده حقيقي، ده حقيقي، ده حقيقي. انا معاك. وبعدين في دلوقتي حاليا زي ما انت اتفضلت وقلت بقى كله شغال مع بعض، يعني في ماتيريال ساينس بيشتغل بيعمل انجينيرنج ماتيريال، وبيجي واحد تاني بتاع بايو يشتغل يعرض على الكانسر، يعرض في الجين ديليفري اند سو اون، يعمل ميديكال امبلانت. فبقى في تخصصات كتيره ففي كل الجامعات، فممكن يكون في نفس الجامعه الجماعه دول بيعملوا ماتيريال ساينس انجينيرنج او بيشتغلوا انجينيرنج ماتيريال، يودوها لجامعه تانيه او مكان تاني بيعمل هو الابلكيشن يعني. فما اقدرش اقول مكان يعني. anyway، في سؤال تاني برضه، واحد برضه بيقول لحضرتك يا ريت تكتب لنا كل الاماكن اللي حضرتك قلت بتوفر تدريب بحثي للطلبه، يعني حضرتك ممكن تشيرها بقى على الشات. في برضه سؤال تاني من حد بيسال بيقول حضرتك تعرف اماكن بتدي منح لدراسه الماجستير في مجال نانو تكنولوجي في مصر؟ طبعا في اللي هي كليه الدراسات العليا اللي هي بني سويف، دي بتدي منح كاملة. في منحة علماء الجيل القادم تبع أكاديمية البحث العلمي، بتديك منحة لدراسة الماجستير في أي جامعة أو مركز بحثي تختاره في مصر. في جامعات زي الألمانية، البريطانية، الأمريكية، جامعة لين مدينة زويل بتدي منح كاملة. فأصلا الجامعات بتدي أكاديمية البحث العلمي والكلية الدراسات التكنولوجية المتقدمة بني سويف. فدول يعني من أشهر الحاجات الموجودة في مصر بتدي منح كامل. أنا أخدت هو جامعة هو النيل في بتدي طبعا في جامعة في منح علماء الجيل القادم، اعتقد انها تقدم قريب يعني، فممكن لو حد متابع بقى يبدا، بس اعتقد ان هو قريب يعني. السؤال الثاني بقى، في حد قاله بس انا محتاج اجيبه لحضرتك، هو عايز طبعا حضرتك تشير معاه، هو طبعا سعيد جدا انك انت شاركت معاه هذه الرحله الجميله يعني، او هي يعني، فهو بس هو دلوقتي اتخرج او هي اتخرجت يعني من كليه الصيدله، وبعدين نجحت انها تعمل تخش مع مجموعه بيكتبوا ريفيوهات، وكتبت 2 ريفيو يعني، وشاركت في ورك شوب كتير وكلام من ده. بس وعندها طبعا وعنده او عندها يعني سيرتيكال اكسبيرينس كويس قوي قوي، بس هو عايز معمل يشتغل فيه يعني. هل حضرتك تقدر تساعده؟ هل يقدر هو ممكن يتواصل معايا؟ يعني انا عندي ممكن يتواصل معايا، انا عندي 10 اساتذه رائعين بشتغل معاهم في مصر وفي مجال الصيدله، ممكن اللي انا يعني اتوسط اللي هي تروح تقابل الاستاذ وتحاول لو هي عندها فكره كويسه اوعدها اللي هو هيقبلها يعني. كويس، كلام كويس. في حد بيقول لك برضه يا ريت حضرتك تكتب 6 برامج اللي ذكرتها في الاول. شايف طبعا هو خلاص القول حد طالبين من حضرتك انك تشير كل البرامج او كل الاورجنايزيشنز اللي انت قدمت عليها وحصلت على جراند او تريننج يعني. ده سؤال مجمع يعني من الزملاء كلهم. في سؤال برضه تاني كده، هو عايزينك انك انت تشير لهم الفيسبوك بتاعك عشان يتواصلوا مع حضرتك يعني. ده برضه بطلب من ضمن المطالب. If there's any question, if there's a question. هنقفل بقى يا جماعه، لو في حد عنده سؤال تاني من حضراتكم. في مرحبا. حد في اتفضل اتفضل كمل اتفضل. انا بس عاوز اوجه سؤال للدكتور محمد. فكره انه انت حكيت انه لازم يكون خلال فتره الجامعه لازم يكون عندك مهارات سوفت سكيلز، تكون عندك سيره ذاتيه جاهزه. تقريبا كل اللي حكيت فيه انا تقريبا يعني بديش اقول ممكن اقول 80% من الكلام اللي حكيته موجود عندي، ولكن في عندي مشكله واحده انا في الاكسبيرينس. يعني انا حتى الان ما مش عارف كيف بدي اجيب اكسبيرينس، كيف بدي اتغلب على هذه المشكله. واغلب اليوم اغلب المنح يعني تطلب اقل شيء سنه او سنتين اكسبيرينس، فانا هاي مشكله كيف بدي اتغلب عليها. حاول ان انت تاخد انترنشيب في الكليه بتاعتك، لو مش متاح ان انت تقدم على واحده من 5 أو 6 برامج اللي انا شيرتهم بره، هم في اوروبا وفي اسيا، لو مش متاح ان انت تسافر على اي واحده فيهم، ممكن ان انت تنضم للمعهد او الكليه اللي انت فيها، تشوف مشرف، المهم مشرف نشيط ومشرف عنده فاند كويس ومشرف عنده بابليكيشنز وبيشارك في مؤتمرات ونشيط، مشرف نشيط وبيحب يساعد الطلب. فلو انت اتقدمت زي ما قلت لك بفكره مبسطه وبينت له ان انت مهتم بالمجال واللي انت عاوز، اللي انت عندك هدف بعد كده، اللي انا رايح اخد الانترنشيب ديت اصل انا محتاجها للمنح، انا هقدم في المجال الاكاديمي وهكمل بعد كده، والحاجه ديت مهمه في حياتي ونقصاني وممكن تاثر على فرصتي، صدقني لو وصلت له ده ما اعتقدش هيرفض. كمان انا هشارك معاكم هديه اخيره. انا يعني انا عارف ان ديت مشكله بتقابل كل الناس،
فأنا عملت مبادرة من أول السنة اللي فاتت، مبادرة المقالات العلمية. جبنا أساتذة تعلم الطلاب على زوم ميتينجز إزاي يكتبوا ورقة علمية، ومهارات البحث العلمي، البلاجيريزم، إزاي تبقى تكتب تايتل كويس، إزاي تكتب ريفيو، إزاي تعمل داتا أناليسيس، إزاي اللي أنت تعمل جرافيك ديزاين، إزاي تعمل صور. وبعد كده أخذنا 100 طالب على مستوى الوطن العربي كله، وكتبنا معهم بحثين، مقالتين، 2 ريفيو، ونشرناهم، وهيخرجوا للنور كمان أيام. فأنا بعودكم اللي هو هتبقى فيه فرصة تانية اللي احنا نقبل 100 طالب تاني، راوند تانية، ولكن أنا ما أقدرش أحدد دلوقتي الوقت بالظبط. فهنعلن على الفيسبوك عندي إن شاء الله، والطلاب يقدروا يقدموا، وهناخد أفضل 100 واحد فيهم، وإدارة اللي احنا يبقى عندك بابليكيشن وانت أندر جاد. احنا المرة اللي فاتت دينا أولوية للأندر جاد، وبرضو المرة دي برضو إن شاء الله هنديها للأندر جاد. في مجموعة من الزمايل أعجبتهم الفكرة وهيكتبوا، وعاوزين طلاب يكتبوا معاهم، فإن شاء الله برضو هرشح من حضراتكم ناس للزملاء دول يكتبوا معاهم ريفيوات وينشروها، فهيبقى عندك بابليكيشن كويسة فهتساعدك إن شاء الله في المنح. دكتور محمد، برضو في حد اسمها نوهان، يا ريت نوهان تسألي السؤال بتاعك. نوهان طنطاوي أو نوهان طنطاوي، تفضلي. ايوه، شكرا يا دكتور على وقت حضرتك وعلى الفرص الجميله اللي حضرتك عملت لها شير معانا. معلش انا كنت عايز اسال حضرتك على حاجه. حضرتك قلت ان ديورينج اخر سنه في الماستر بتاعت حضرتك، حضرتك سافرت 6 شهور في برنامج تبع ايراسموس وكده. هل لازم السفر ديورينج الماستر اللي هو في فكره اللي هو الانترنشيب اللي هي بتبقى ريسيرش انترنشيب اللي هي بتبقى 6 شهور، لازم تبقى البروجكت اللي حضرتك رايح تشتغل عليه the same أو هي apply في البوينت بتاع حضرتك اللي حضرتك شغال عليها في الماستر في مصر، ولا حضرتك ممكن يبقى زي مثلا حضرتك في الماتيريال نانو ساينس فتمام هو في الجزء ده مش شرط البوينت السبيسيفيكلي في اللي حضرتك شغال عليها في الماستر هنا؟ بس ده كان سؤال. هو انا اخدت الجرانت ولكن ما سافرتش، لان وقتها كان في فرص اللي انا اشتغل مع الاساتذه في مصر والنشر اكتر بكتير من اللي كانت موجوده في اسبانيا، فانا فضلت ان انا استنى في مصر، وفعلا نشرت في الفتره دي 3 بحوث اعتقد اللي انا في اسبانيا ما كنتش هقدر انجزهم. اما بقى ايه اللي ممكن نعمله هناك، غالبا الكريديت موبيليتي، انت بتاخدي كورسات، يعني المواد اللي هتدرسيها في الماستر في بلدك او في جامعتك لا هتروح تاخديها هناك، وبتتشال الكريدت ديت، بتتشال عدد الساعات ديت من المواد بتاعتك في مصر. والريسيرش بقى هو ممكن تعمليه في العنوان الرسالة بتاعتك او تعمليه في حاجة مختلفة، فهو بيديك كل الحرية اللي انت تعملي اي ريسيرش اكتيفيتي. بعد كده في اشكرك شكرا. بعد كده في محمد او محمود، تفضل محمد اسأل السؤال بتاعك. تمام. اول حاجه شكرا. انا ولا محمد تاني؟ اتفضل. لا اتفضل انت. اتفضل. تمام، شكرا جدا حضرتك يا دكتور على السيشن الجميله دي. السؤال الاول خاص بموضوع الوركشوبس. احنا يعني ورشوب زي الوركشوب دي او اي وركشوب شوب تاني احنا اخذناها سي انها تكنيكال او مش تكنيكال، ازاي ممكن نكونسيدر الوركشوبس دي سواء في السي في او الابلكيشن؟ هل لازم نكتبهم في السي في او الابلكيشن، او بس احنا نفيجوالايز الحاجات دي في الانترفيوز، ولا بس السكيلز اللي احنا اكتسبناها من الوركشوبس دي هتبقى ظاهره علينا؟ دي نقطه اولى. النقطه الثانيه خاصه بموضوع التقديم للمنح. لو انا بقدم مثلا، عايز اقدم في هايلي رانكد يونيفرسيتيز لايك كامبريدج او مثلا اوكسفورد، هل لازم اكون ناشر حاجه؟ سواء لو انا هقدم لماستر مش هقدم لبي اتش دي، هل لازم اكون ناشر حاجه وفي جورنال بامباكت عالي، ولا يكفي بس ان انا اكون اشتغلت على حاجه بحثيه بس ما اتنشرتش وعندي نيت قوي وسي في قوي بالنسبه للجامعات دي؟ طيب بالنسبه للنقطه الاولى، هو هي حاجه كويسه اللي انت تكتب اللي انا حضرت الوركشوب دي او التريننج دي، ولكن الاحلى اللي ده يكون باين عليك في الانترفيو او في كتابتك للمشروع البحثي او وانت بتبعت ايميل. يعني حاول تستفيد من اللي انت بتتعلمه وتطبقه، حاول الناس يشوفوا اللي انت شخص فعلا كواليفايد مش سيرتيفايد، معهوش شهادات ولكن مش عارف يعمل باقي. طيب الحاجة التانية، السؤال التاني بالنسبة لطلب الماجستير، هو مش شرط يكون ناشر أي حاجة،
حتى لو في حتى لو بتقدم في ام اي تي براحتك تقدر تقدم، ولكن التنافسيه انت ما تضمنهاش، هو ما يضمنش كم واحد مقدم. الجامعات دي بيقدم مئات الالاف كل سنه والاماكن المتاحه قليله، فانت عاوز تزود التنافسيه بتاعتك قدر الامكان. انا اعرف واحد زميلي هو طالب ماجستير ولكن عنده 60 بحث، فراح راح هارفارد وهو حاطط رجل على رجل، فهو ما فيش كده يعني. ما قالش بقى انا مش مطلوب مني اللي انا طالب ماستر، ده هو كان لسه طالب البكالوريوس، هو خريج طب، ولكن من اول سنه تانية كليه لحد ما اتخرج الخمس او ست سنين اللي هو فيهم دول كان شغال ريسيرش. انا مثلا استنيت على اخر لاول سنه في الماستر بدات انشر، او اخر سنه كمان في الماستر، اما هو كان بيشتغل من سنه تانية، فهو اتخرج وهو معاه 60 بحث علمي ودولي امباكتد وفي مجلات كبيره بينشر في نيتشر ميديسن، يعني برضه مش اي بحث، فهو راح هارفارد وحط رجل على رجل. يعني اكتر حاجه اليجبل للشخص اللي بيقدم هي البابليكيشنز بتاعته، ممكن تكون مور اليجبل لي عن مثلا الموتيفيشن ليتر او بقيه الكرايتيريا. بريتي صغيره، امريكا واوروبا بيهتموا باللغه بتاعتك، واستراليا بيهتموا باللغه بتاعتك، بيهتموا بالسوفت سكيلز بتاعتك والفولنتيرنج وورك. اليابان واسيا انا متهيالي اللي هم بيركزوا، بالذات في اليابان انا متاكد 100% ان هم بيركزوا على التقدير. فلو انت اهتميت بالتقدير واللغه السيرتيفيكت بتاعت اللغه وبعض السوفت سكيل والتريننج والسي في بتاعك، اعتقد انت تقدر تقدم بسهوله في اي جامعه في اي مكان. دكتور محمد، بس معانا سؤال اخير وهنقفل بيه ان شاء الله. سؤال من سلمى اسامه، اتفضلي يا سلمى. دكتور، هو انا لسه متخرجه والحمد لله اني قدرت ان انا انشر بحث قبل التخرج في مجال الاويل يعني عامه. دلوقتي الفكره ان المنحه اللي جايه لي ان انا اكمل مشترطه ان يكون الدراسه هتكون في مجال الميه، فانا مش حابه ان انا اكمل الميه خصوصا ان انا كل التدريبات وكده كانت في الاويل. فحضرتك تنصحني بايه ان عشان استفيد اكبر استفاده من الورقه البحثيه اللي انا عملتها والتقدير وكده؟ هل ان انا اكمل في مجال المنحه دي وخلاص واسيبني من الاويل وكده، ولا ان انا ادور مثلا على منحه واسيب دي؟ لا، انا اهم حاجه انصحك بيها ان انت تشتغل الحاجه اللي انت مهتمه بيها، والبيبر بتاعتك ايا كان مجالها هيساعدك، هي تحسب لك بابليكيشن. مش هقول لك انت بتقدمي على الميه وانت ناشره في مجال مختلف فمش هنكونسيدر، لا هنكونسيدر، البابليكيشن هو بيتحسب لك عشان تعملي شغل كويس وتنشري ابحاث وتاخدي جوائز وتسافري وتكملي، وحتى عشان حتى ما تزهقيش او ما تتعبيش من الشغل والدراسه. اهم حاجه اللي تشتغلي في الحاجه اللي انت بتحبيها، وما تقلقيش خالص، قدمي على منحه تانية ودوري. الوقت اللي انت حت انفست فيه اللي انت تلاقي حاجه مناسبه ليكي هيبقى اقل بكتير من الوقت اللي ممكن تضيعيه لو انت بتشتغلي في حاجه مش حباها. تمام، تمام يا دكتور، شكرا جدا. شكرا ليك يا دكتور محمد. وبس حاجه اخيره، مطلب جماعي برضه الزملاء كلها طلبوه، ان حضرتك تشير بس الايميل بتاعك عشان خاطر الزميله اللي انت طلبتها طلبت منها انها تتواصل معاك عشان تشوف لها حد في الصيدله يعني. وشكرا جزيلا ليك، وصراحة تجربتك ملهمة ما شاء الله عليك يعني، من طنطا لليابان يعني، فبالتوفيق إن شاء الله ليك وبالتوفيق لكل الحضور اللي حضروا. وشكرا أستاذة ياسمين. دكتورة لبنى، عفوا يا دكتور، شكرا لحضرتك، شكرا شكرا لكم جميعا. شكرا. شباب، احنا دلوقتي معنا 10 دقايق بريك لحد ما نبدأ السيشن الجاية إن شاء الله.